MM Ferni, daj u sete do! هدف فور في المباراة للنادي البركانية من قدم البوركينابي سوفو دايو. النادي البركاني ضع نفسه في وضع متفوق في هذه المباراة، تصبح النتيجة السادة 1-0 للنادي البركاني أمام أولمبيك ريبكا عبر البوركينابي سوفو دايو. النادي البركاني الذي عانى كثيرا يتحصل على مراده من ضربة جزاء في الوقت البدل الضائع من المباراة. تصبح النتيجة السادة 1-0 للنادي البركانية أمام أولمبيك ريبكا. أولمبيك ريبكا بعد صمود امتد